الأستاذ شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا أستاذ عمرو. الفتاة التي توفت اليوم، إيه تفاصيل الموضوع عندكم بشكل رسمي يعني؟ يعني لحد دلوقتي أستاذ عمرو التحقيقات شغالة سواء من جانب الوزارة أو من جانب النيابة، فيعني احنا هنبقى ملتزمين انتهى من نتائج التحقيقات لحد ما تظهر النتيجة بشكل كامل. لكن طبعا في نقطة مهمة يعني متعلقة طبعا ان تسكين طلاب، هي طالبة في تانية ابتدائي، فان الطالبة تبقى موجودة او طلاب تانية ابتدائي موجودين في الدور الثالث ده يعتبر مخالفة، لان طبعا توجيهات الوزارة لتسكين الطلاب اللي في السن الصغير في الادوار الارضية، فدي تعتبر مخالفة من المخالفات. طبعا الدكتور رضا حجازي النهارده طبعا يعني تقدم بخالص العزاء ومواساه لاسره الطفله يعني او الطالبه، وقرر صرف دعم مادي لاسره الطالبه قدره 100,000 جنيه بجانب الدعم المقدم من صندوق التامين على الطلاب. في قرارات تانية بقى في الاطار دوت تم اتخاذها النهارده طبعا بالتنسيق مع محافظ الجيزه، من ضمنها طبعا ايقاف مدير المدرسه ومشرف الدور ومدرس الفصل، لان طبعا يعني اول مخالفه بنتكلم عنها ان تسكين طلاب المرحله دي في دور عالي، ده دول اطفال ما يعني ما يستحملوش الادوار العليا، ممكن حد فيهم يشب يقع، ما يعني المفروض الطفل الصغير ده ما يبقاش في الدور الثالث ابدا. حتى يعني حضرتك برضو انا هعلق على نقطه يشب او يقع دي، يعني في الاطار ده برضو السيد الوزير وجه هيئة الأبناء التعليمية بعمل مراجعة للمدرسة مرة تانية علشان خاطر يتم التأكد من الارتفاع الصحيح للأدوار، للسور الخاص بالأدوار أو الممرات اللي هي أمام الفصول، وإذا كانت مناسبة فعلا للطلاب اللي في السن الصغير ولا لأ. كمان وجه النهاردة توجيه صارم لإدارة المتابعة بالوزارة بعمل زيارات تفتيشية مفاجئة على كل المدارس بمختلف المحافظات ومحاسبة أي مقصرين على ده. أستاذ شادي، في تصريحات من عيلة الطفلة التي توفت اليوم إنه هي توفت لما كان المدرس بيجري وراها بالخرزانة فوقعت من الشباك أو من الارتفاع ده، هل دي في أي معلومات فيها صحيحة؟ لا يعني لحد دلوقتي أستاذ عمرو لنا لا نستطيع أن نجزم بالتفاصيل الحقيقية للوقعة، يعني احنا لازلنا ملتزمين بالانتهاء من التحقيقات سواء من جانب الوزارة او من جانب النيابة احتراما طبعا للتحقيقات الجارية، وبمجرد من الانتهاء منها يتم اعلان التفاصيل بإذن الله. انا فهمت انه تم ايقاف مدير المدرسة والمدرس وعدد من العاملين في المدرسة ومشرف الدور ومدرس الفصل، ويعني يعني الموضوع يعني هو المسؤولية هنا مسؤولية مباشرة بالنسبة لهم، فتم ايقافهم على العمل طبعا لان هيتم التحقيق معاهم، لان هي مسؤوليتهم، هي مسؤوليه كل شخص موجود جوه المدرسه سواء المشرف او المدرس او مدير المدرسه، لان زي ما قلت لحضرتك في البدايه هي في مخالفه مبدئيه بان اصلا ان الطلاب يكونوا متواجدين في فصل في الدور الثالث في السن ده، ده مخالف. يعني حضرتك متفق معايا انه اول يومين في المدرسة عندنا ضحيتين امر طبعا يعني كتير يعني صعب. هي طبعا وقعة مؤسفة استاذ عمرو، يعني الوقعة سواء الخاصة بامبارح او النهاردة، ولكن برضو خلينا نتكلم بشكل عام استاذ عمرو، 25 مليون طالب في 59,000 مدرسة، رؤية انتظام العملية التعليمية. لا هي ما هي يا فندم ما بتتحسبش كده. أنا فاهم يعني هي مش بالنسبة إنه دي نسبة وفيات قليلة من 25 مليون، ما بتتحسبش كده. هو المفروض محدش يموت في المدرسة، يعني عشان أنا رحت المدرسة أموت ده أمر غير موجود يعني. لا أنا ما بتكلمش على كده يا أستاذ عمرو، أنا بتكلم على إن بتكلم بشكل عام إن العملية التعليمية على مستوى الجمهورية منتظمة بشكل هادي وسلس وما فيهوش مشكلة، ولكن طبعا الواقعتين دول طبعا واقعتين مؤسفتين ومؤثرين جدا طبعا. والحقيقه يعني هل حضراتكم شيكتوا هذا العام الدراسي يعني هيئه الابنيه التعليميه ووزاره التربيه والتعليم على جاهزيه المدارس؟ طبعا بيبقى في تشكيل لجنه هندسيه من هيئه الابنيه التعليميه بتراجع على كل المدارس قبل بدايه العام الدراسي، ده بيتم خلال فصل الصيف،
وعشان كده سيادة الوزير أمر بمراجعة مراجعة كافة الأبنية التعليمية مرة تانية والكشف عليها بشكل كامل. وكان في قرار كمان النهاردة مهم إن يتم الـ يعني وقف التواجد في أي أبنية تعليمية أو مدرسة تحتاج صيانة شاملة أو تشكل خطر على الطلاب. القرار ده لسه يعني معالي الوزير أصدره النهاردة بعد الواقعة علشان كمان يعني نتلاشى أي مشكلة تتعلق بصيانة نتلافى يا فندم. أيوة عشان نتلافى طبعا نتلافى أيوة. طيب السنة دي الضوء على التعليم والعمليات التعليمية من أول يوم واضح جدا، يعني في ناس بتشوف وبتتابع، أكيد حضرتك تابعت برضو حكاية الكشف بتاع الفصل اللي قالوا كله مسيحيين وحاطين المسيحيين لوحدهم هو الآخره، وأنا يعني شايف أنه بشكل جيد أنه الوزارة على طول بكل دقيقة كل ساعة بتطلع بيان وبترد. هو الحقيقة ورد إلينا فعلا الموضوع ده من طبعا من جانب الصحفيين وردينا على القصة بأن الكشف ده متعلق بالحصص الدين ليس متعلق بفصل دائم التواجد للطلاب. يعني ده كشف الطلبة اللي هيتجمعوا وقت حصة الدين المسيحي. بالضبط بالضبط يا أستاذ عمرو.